لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاكل عائلة عبابسة لا تنتهي. ما قصة فلة الجزائرية وشقيقتها نعيمة؟ وهل فعلا هي السبب في وفاتها؟ هتعرف كل حاجة، ولكن قبل ما نبدأ الفيديو من فضلك ادعمنا بلايك واشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد أول بأول. يلا بينا على الفيديو. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن السبب الحقيقي وراء حبس فلة الجزائرية هو أنها قتلت شقيقتها نعيمة، ولكن الأخبار دي كلها كذب. زي ما تعودنا مفيش حاجة بتيجي من السوشيال ميديا حقيقية. يبدو أن المشاكل لا تأبى ترك بيت عائلة عبابسة، فبعد مدة قصيرة من الهدوء تعود العاصفة لتهب من جديد وتضرب استقرار البيت. الزوبعة بدأت عندما حضرت عايدة عبابسة نهائي برنامج صوتك حكاية، لم يتم ذكر اسم والدها الفنان عبد الحميد عبابسة بعد أداء أحد المترشحين. عايدة لم يعجبها ما كان من القائمين على حفل النهائي، وتحدثت لوسائل الإعلام عن حزنها الشديد لدرجة بكائها أمام كاميرات وسائل الإعلام ليرد شقيقها نجيب عليها في فيديو، ويقول أن هناك رجال في عائلة عبابسة يدافعون عن والدهم بل وحتى أحفاده، وليس على عايدة أن تقوم بالمهزلة لترد من جديد عايدة على شقيقها بمنشور أظهرت فيه تعجبها لما قام به وصرح به في الفيديو. متى ستنتهي مشاكل عائلة عبابسة يا ترى؟ هكذا طردتني عمة نعيمة من بيتها، ولا ألوم فلة بسبب ظروفها. لم تكد نجمة الأفراح والأعراس المطربة نعيمة عبابسة تلتقط أنفاسها من الفضيحة التي زجها فيها طليقها الشاب إلياس القسنطيني بخصوص طفلهما بالتبني عبد الحميد، حتى باتت تلاحقها قضية جديدة تخص هذه المرة ابنة شقيقها شيرين عبابسة. هذه الأخيرة التي قالت الكثير عن عمتها وعن الحرب الضروس التي تخوضها ضدها في الكواليس، وكيف طردتها من بيتها رفقة ابنها وزوجها لمجرد قرارها احتراف الغناء الذي اعتبرته العامة بمثابة إعلان حرب عليها. يبدو أن الكلام الذي صرحت به الفنانة الصاعدة شيرين عبابسة ابنة شقيق الفنانتين فلة ونعيمة عبابسة سوف لن يعجب الأخيرة، فبعد صمت سنوات طويلة قررت سليلة العائلة الفنية الأشهر في الجزائر أن تتحدى عمتها وتظهر لأول مرة أمام وسيلة إعلامية لفضح ما أسمت بكواليس الحرب التي تشنها عمتها نعيمة عبابسة ضدها في كل مكان. رغم أن المتحدثة لم تتنكر لحظة واحدة أنها بدأت الغناء وتعلمته حين عملت ضمن فرقة عمتها، وتحديدا في سنوات مجد وعز نعيمة الذي تزامن مع صدور ألبومها اللي باغي يكسي مرته، حيث تقول المتحدثة: عملت 12 عاما كمغنية في فرقة عمتي، ورغم أن الجميع كان يثني على صوتي إلى أن أحد من عائلة عبابسة لم يأخذ بيدي أو يشجعني على تسجيل ألبوم خاص بي يعرفني من خلاله الناس ويقدمني كمطربة على الساحة، ولهذا بقيت معروفة في نطاق الأعراس.
وبين العائلات فقط، ولم تبلغ شهرتي أبعد من ذلك. خلال حديثها اعترفت شيرين عببسة قائلة: نعيمة فضلت أن أبقى مجرد كورال يغني ويردد وراءها عن أن أستقل وأغني بمفردي، مع إنها كانت أولى برعايتي فنيا، ولكن لشيء ما في نفسها رفضت مساعدتي حتى لا يعرفني الناس واشتهر خارج نطاق الأعراس والأفراح. وقد كان واضحا اعتراضها على احترافي الغناء حين قررت تسجيل أول ألبوم خاص بي، رغم أن ذلك كان مباركة زوجي يومها. وجدت تقول لي بالحرف: إذا سجلت ألبوما فعليك أن تتنازلي على لقب عببسة. واقترحت علي اسم شيرين مهدي نسبة لابني، وطبعا رفضت ذلك لأن عببسة لقب والدي. كما أن كثير من الفنانات على الساحة الفنية احتفظن بألقابهن الحقيقية، فلماذا أتخلى عنهن؟ وعن فترة إقامتها في فيلا نعيمة عببسة بضاحية وهران، قالت شيرين بصوت في حزن: أمضيت مع زوجي وابني مهدي 4 سنوات في بيتها، وكانت المشاكل بين عمتي وآخر أزواجها منصف يومية تقريبا، وفي كل مرة كنت أنا وزوجي نتدخل لحل مشاكلهم التي لا تنتهي. وفي مرة ترك منصف بيت الزوجية واشترط للعودة إليه أن نترك البيت أنا وزوجي وابني ليستفرد بها. فنعيمة كانت تحب زوجها حب جنون ولا ترفض له طلبا مهما كان، لدرجة قامت طردي من البيت بعدما أهملتني 48 ساعة كي أغادره، وهددتني بإحضار محضر قضائي إذا لم أترك البيت. وكان لها ما أرادت رغم أن الدم أقرب من أي غريب. فل عببسة تبكي بحركة بسبب ابنة شقيقتها الراحلة نعيمة. ظهرت الفنانة الجزائرية فل عببسة في مقطع مصور وهي تبكي بحركة بسبب ابنة شقيقتها نعيمة التي اتهمتها بالطمع ورفعت شكوى ضدها. وكشفت فلا في ستوري عبر حسابها الرسمي على انستجرام كيف ان امال اتهمتها بالطمع في املاك والدتها نعيمة عببسة، مؤكدة بانها لن تسامحها. واشارت الفنانة الى انها لم تطمع يوما في املاك شقيقتها الراحلة، بل بالعكس كانت هي من قدمت لها يد المساعدة أثناء حملها حينما أصيبت بالسرطان. وتوفيت نعيمة عببسة عن عمر ناهز 58 سنة شهر إبريل إثر مضاعفات فيروس كورونا، وبعد صراع مع السرطان لأزيد من 30 سنة. ونعت فلا عببسة شقيقتها الراحلة نعيمة، أو كما كانت تناديها شيخة البلاد، بأغنية حزينة من كلماتها وألحانها تحمل عنوان توأم روحي. وأدت الأغنية بلحن حزين بألسنتي فقط، كما أرفقت الأغنية بصورة لشقيقتها نعيمة بالعلم الجزائري. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا لي إنك وصلت معانا للمرحلة دي، سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.